دكتور عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. انا يعني اكتر حاجه استوقفتني ان حضرتك بتقول احنا بنتكلم على العادات او الثقافات المختلفه ما بين الحضارات في رمضان في الهند. من ضمن الحاجه ان في يوم مخصص للتنظيف، من ضمن الحاجات ان يعني وده طبعا مخصص 100% ينظفوا ويغسلوا الاواني والكلام ده كله. في شويه حاجات بقى انا ببقى دايما بيبقى عندي عليها كويستشن مارك. النقطه اللي بتبقى عند البنات هنا دي ايه؟ هسألك كده كام سؤال قول لي. ده من تقاليد الهندوس بشكل عام، ولكن كثير من الناس يستخدمون هذا. ولكن الشيء الذي يتم وضعه على الجبهة على المكان ده شيء يقال سندورة. ده يبرد المكان ده، يعني ده مركز الطاقة. لا يعني التركيز يتركز فيه كثير من يعني الاعصار، تقولون نيرفز الاعصاب تتركز في المكان ده. اذا كان المكان ده بارد يعني يتاثر في افكارنا، يعني يكون ده هو اعتقاداتهم يعني. بس هو خطا شائع اعتقد ان احنا بنقول انه اللي بتبقى حاطه العلامه هنا دي الست المتزوجه. ايوه اذا كان شائع. مستديره صغيره يعني ده ست دي يعني المراه دي السيده دي مش متزوجه، ولكن اذا كان طويل أوكي. نعرف دي متزوجه. بس ده للهندوس مش للمسلمين بشكل عام، ده للهندوس اوكي مش للمسلمين.